السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم لعب خوفي سير مدام ريهام عادل. إن شاء الله هنشرح منهج اللغة الفرنسية للصف الأول الإعدادي اللي هو بيانفيني للمدارس التجريبي واللغات والمدارس العربي. إن شاء الله هنشرح شرح يكون مفصل ومبسط. اللي حابب يسأل عن أي سؤال يتفضل ممكن يبعتلي على الواتس أو يسيب في التعليقات تحت سؤاله وأنا هرد عليه، واشترك في القناة. طيب اللغة الفرنسية لغة سهلة جدا وجميلة، أهم حاجة تتعلمها بطريقة صح ومبسطة، واللي يوصلك المعلومة يكون حد بيحب المادة. كل لغة في الدنيا سواء ألماني أو فرنساوي أو إيطالي أو أي مادة، حتى الإنجليش ليه القواعد بتاعته، والكل قاعدة بيكون فيه شواذ. طيب أهم حاجة إن احنا نتعلم اللغة صح. احنا هنبدأ إن شاء الله بالدرس الأول اللي هو او الوحدة الاولى عندي اللي هي شيلة فامي فرج. هنبدأ في اول درس فيها، وان شاء الله هنتعلم فيها كل اساسيات اللغة الفرنسية. طيب اول درس في اللغة هنا او اول درس في الانتي اللي هو شيلة فامي فرج، اللي هو بيتكلم عندي مجموعة فوكابولير كلمات زي ايه؟ لبرينون الاسم، لنون اللقب بتاعك، لجارسون الولد، لامي الصديق، لا بيرسون الشخص، لادريس العنوان، لور الساعة، لا فام بمعنى السيدة أو الزوجة، لا فامية العائلة. هنتعرف على أفراد العائلة اللي هم مين؟ لي ممبر دو لا فامي. أول حاجة عندي لي جران بارون اللي هم الأجداد، اللي هم مين؟ لو جران بير، لو جران بير اللي هو الجد، ولا جران مير اللي هي الجدة. الجزء الثاني اللي هو لي بارون، مين لي بارون؟ اللي هما لو بير الاب ولا مير الام. هنحفظ الكلمات دي كويس جدا. بعد كده عندي لي انفون، مين الانفون؟ اللي هما لو فرير الاخ ولا سور الاخت ولو بيبي الطفل. عندي كمان من الممبر دو لا فامي افراد العيله، لونك العم او الخال، لا تونت العم او الخاله، لو كوزان ابن العم او الخال او العم او الخاله، لا كوزين ابنة العم او الخال او الخاله، لو فيس اللي هو الابن، ولا في اللي هو الابنه. ملحوظه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، عشان اقدر اتكلم عن افراد عيلتي انا بستخدم صفات الملكيه اللي هي مين؟ عندك ما وما ومي. ماضي بستخدمها لأفراد العيلة أو للكلمات المذكرة أو اللي أولها حرف متحرك، زي مين؟ زي مون بير، مون أنكل، مون فيس، مون بيبي. الما بستخدمها مع المؤنث، يعني أقول ما فامي، ما مير، ما تانت، ما سير، ما كوزين. طيب عندي المي، المي بستخدمها مع الجمع، زي ما اقول mes enfants الاطفال، mes parents، mes filles. طيب لازم كمان نتعرف هنا على صلة القرابة. السؤال ده هيجي اكمل، ناخد بالنا، يعني يجي يقول لي سي مون بير او سي مون جران بير، ده الجد. ايلي هو بيكون مين؟ بيكون لو بير، بيكون الاب، دو مون بير او ما مير، يعني بيكون بابا والدي او والدتي. طيب لو كوزان اللي هو ابن العم، سي ويقول لي نقط، مين ابن العم ده؟ يبقى لو فيس الابن دو مون اونكل. طيب لما يجي يقول لي لو فرير اللي هو الاخ، سي ويقول لي نقط، مين ده؟ سي لو فيس، ده بيكون الابن دو ما مير، بيكون ابن ماما او مون بير بابا. لا تونت اللي هي العمه، سي بتكون لا سور اللي هي الأخت، دو ما مير أو مون بير. الجزء التاني لاحظنا إن احنا لما كتبنا الكلمات اللي كانت موجودة قبلها كان في أدوات معينة. إيه هي الأدوات دي؟ تعالوا نتعرف عليها. الأدوات دي عندنا ليز أختيكل ديفيني اللي هي أدوات المعرفة. أدوات المعرفة دي عندنا أربع أدوات، لو ولا وإلا أبوستغوف ولي. اول اداه اللي هي لو، دي بيجي بعديها اسم مذكر زي ما نقول لو بير. طب ولا بيجي بعديها اسم مؤنث زي لا مير. عندي بعد كده الال ابوستغوف
دي بتيجي وراها اي كلمة اولها حرف متحرك وتكون مفرد. الحرف المتحرك اللي هي الا والأ والاي والاي والايجاك والاشمي والاو، زي ما اقول لانك اللي هو العام او لير اللي هي الساعة. اللي دي بتيجي بعدها اي كلمة جمع. طب هعرف الجمع ازاي؟ اخرها اس او اكس، زي ما اقول لي زنكل او لي في. وخد بالك حتى لو اولها حرف متحرك بس اخرها اس او اكس فهي جمع. طيب تعالوا نحل السؤال ده مع بعض. شوزي هنختار اول حاجة لي جران بارون، ها شايفها ايه؟ برافو، اخرها اس تبقى جمع، يبقى انا هختار لي. تاني واحدة انكل، طب انكل دي اولها حرف ايه؟ برافو، سمع حد بيقول اولها حرف متحرك بس مش اخرها اس، يبقى هحط ايه؟ هحط ال ابوستروف. ممتاز. تالت واحده كلمه فم يعني سيده، ودي كلمه مؤنث مفرد. تمام برافو، يبقى انا هحط ايه؟ لا. نيميرو كاتر رقم اربعه، عندي كلمه ماغ اللي هي ام. طيب ام دي في الكلمات كانت ايه؟ كانت مؤنث. تمام، يبقى انا هحط لا ماغ. امي، امي كلمة اولها حرف فويل بس اخرها اس يعني جمع، يبقى ايه؟ ممتاز، سمع حد فيكم بيقول لي ليه، يبقى كده هحط ايه؟ اداة الجمع. نيميرو سيس اللي هي رقم ستة، كلمة بروفيسيون. طب بروفيسيون قلنا يعني ايه في الكلمات؟ لو رجعنا عليها كلمة ايه؟ وظيفة، بس هنا اخرها اس فتبقى جمع وظائف، يبقى هحط لها ايه؟ ممتاز، يبقى انا هحط لها ليه. الدرس ده سهل جدا وممكن نتعود عليه لما نحفظ الكلمات، لان لما بحفظ الكلمات بحفظ الكلمة بالاداة بتاعتها. محدش يجي يقول لي زي بعض الناس اصام اي كلمة فرنساوي اخرها ايه تبقى مؤنث، ده مش صحيح. في كلمات اخرها ايه مذكر، انت تحفظ الكلمات بالادوات بتاعتها، وفيما بعد لما نبدأ ندخل في المنهج اكتر هنتعلم ازاي ده بيبقى مؤنث وده بيبقى مذكر. تمام، انا كنت مبسوطة جدا ان انا معاكم في اول درس منهج الصف الاول الاعدادي اللي هو بيان فينيو. ناخد بالنا، ولو حد عايز اي سؤال انا كاتبة رقم الواتس بتاعي على كل الورق اللي احنا شرحناه، تقدر تبعتلي في اي وقت وتسأل على اللي انت عايزه او تسيب في التعليقات. بس اتمنى تكون مشترك معايا في القناة عشان يوصلك كل حاجة جديدة انا بنزلها، وان شاء الله هنستمر مع بعض لحد ما نخلص الامتحانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.